السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة كوباية الكوكيز او كب كوكيز حسب ما بتسموها بقى، مش مشكلة، بس المهم طعمها وشكلها جميل جدا ومتماسكة، مش سهلة يعني ان هي تتكسر لما تحط فيها حاجة سخنة زي ما انتوا شايفين. اتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم، وهقولكوا على كل اسرارها اللي تخليها تبقى يعني تبقى متماسكة بالشكل دوت. تقدري تعملي فيها في حفلات، تقدري لو جايلك ضيوف لاولادك لو ما بيحبوش يشربوا اللبن تشجعيهم تعملي لهم حاجة زي كده، وتقدمي فيهم هوت شوكليت، قهوة، اي حاجة، وتقدري تزينيها بالشكل اللي يعجبك، وتقدري تعمليها باي تزيين انتي حباه، او لو سبتيها سادة كده بس ما فيش اي مشاكل، شكلها برضك شيك وجميلة جدا، وفكرة جميلة تشجع اولادنا ان هم يشربوا اي مشروب هم مش راغبين فيه، وكمان بتاكلوها بعد ما بتخلصوا الشرب. هي سهلة جدا وبسيطة، وانا هعمل لكم كمان مقادير صغيرة عشان لو حابين تجربوها اول مرة. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تفعلوا زر الاشتراك، الزر الاحمر تحت الفيديو، ولايك للفيديو لو عجبكم، ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم جميع وصفاتنا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. عندنا هنا ربع كوباية سكر، حبيبات عادي، وهنحط كمان نص كوباية زبدة او سمنة حسب المتوفر عندك، ويفضل سمنة بس تكون بدرجة حرارة الغرفة او تسيح فيها حاجة بسيطة جدا، سوري زبدة، وتقدري تسيحيها تخليها حاجة بسيطة جدا. كمان هحط كمان معلقة عسل اسود، بيديها طعم تحفة بصراحة. بعد كده هنقلبها مع بعض شوية كده لحد ما نحس ان السكر قرب يدوب بالشكل ده. هوريكم ازاي تعملوها بالكاكاو لو حبيتوها تبقى غامقه، ونيت او بالفانيليا عادي لو هي فاتحه، لو عايزينها فاتحه او غامقه، هقول لكم كل المقادير وازاي نقدر نعملها بالطريقتين، وبرضك بنفس المقادير الصغيره دي. هقلبها كويس جدا لحد ما تحسي ان الحبيبات قربت تدوب شويه. بعد كده هحط بيضايه واحده بس وفانيليا. هجيب البيضايه واحطها، بالشكل ده، وكمان هحط رشة فانيليا، او دي فانيليا مش فيها سكر، فانيليا خام، او تحطي كيس فانيليا واحد اللي هو بيتباع عادي اللي هو الصغير دوت. وهقلبها كويس جدا جدا، شايفين كل ما بتقلبي بيفتح معاكي لونه بيفتح. بعد كده هحط كوبايتين سكر، طبعا كوبايتين دقيق، طبعا هكتب لكم في صندوق الوصف، هو سهم صغير جنب الفيديو، هكتب لكم فيه المقادير بالكوباية وكمان بالجرامات. هحط كوبايتين دقيق، وطبعا المعروف ان اي بسكوت لازم ننخر الدقيق كويس جدا. هحط بالشكل ده كوبايتين الدقيق، وهنخلهم، وطبعا الف ب بسكوت، يعني مش عايزين ندعك البسكوت كتير عشان كل ما بندعك البسكوت بيبقى قاسي جدا، فيدوبك هنلم العجينة بس، يعني هنلم العجينة بس.
بعد كده هحط معلقتين شوكولاتة شيبس حراري، وناخد بالنا ان الحراري ما بيسحش في الفرن في اي بسكوت او في اي كيكة احنا بنحطها فيه، في نوعين من الشوكولاتة شيبس، فناخد بالنا جدا واحنا بنشتري. نتأكد نقول نسأل ان انا عايزة شوكولاتة شيبس حراري، دي للحاجات اللي احنا بندخلها فيه في الفرن، لكن شوكولاتة الشيبس التاني بتقدري تزيني بيه في اي حاجة. بالشكل ده هلمه كده بالمعلقة او بايدي كده، اتأكدي ان كل حاجة مفيش دقيقة خالص وكلها اتلمت، وهوريكي قد ايه العجينة. بصوا جميلة جدا، مقاديرها مظبوطة قوي. هحطها على جنب وهوريكوا ازاي لو حبينا نعملها بكاكاو وتبقى غامقة ازاي. هنا حطيت نفس المقادير، بس دي هنعمل حاجة صغيرة جدا. عملنا نفس المقادير، البيضاية وربع كوباية سكر ونص كوباية زبدة، كوبايتين دقيق اهم، هشيل منه حسب ما انا هحط الكاكاو بتاعي، يعني هشيل منه معلقتين مليانين بالشكل ده، هنحط قدهم معلقتين كاكاو مليانين بس. شفت بقى حاجة بسيطة جدا هتغير لنا المقادير. انا في اللي بالكاكاو دي مش هحط شوكولاتة شيبس، انتوا برضك لو حابين دي رغباتكو، يعني انت عايزاه اعمليه، مش هتفرق يعني في اي حاجة. برضك هنلم العجينة ومش هندعك كتير، يا دوبك احس ان الدقيق اختفى خلاص كده، يبقى ما تدعكيش تاني في العجينة بالشكل ده كده. بس يا دوبك احس ان مفيش، خلاص دي اختفى مني وكلها بقت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا مظبوطه جدا، روعه بصراحه. هنجيب الكوبايات اللي هي الفل اللي زي كده وهنبتدي نطبع فيها البسكوت بالشكل ده. وطبعا لو عندك بتاعه الهون ديت تقدري تسويها بالشكل ده عشان تبقى متساويه جدا والقاعده بتاعتها متساويه، او لو عندك نشابه بردك بالحرف بتاع النشابه تقدري بردك تعملي بالشكل ده وتساوي بايدك بالشكل دوت. وعايزين اي حاجه طالعه بالشكل ده نعملها بالسكينه عشان خاطر تبقى متساويه، ولازم نحس ان كل الجوانب نفس التخن بتاع العجينه، يعني ما يكونش جنب العجينه فيه تخين وجنب العجينه فيه رفيع، لازم يبقى حوالين الكوبايه كلها التخانه بتاعه البسكوت كلها واحده. ودي نقدر نظبطها بايدينا، لو النشابه او ايد الهون بتاعتك ما ظبطتش الموضوع تقدري تسويها بايدك بالشكل دوت. هتطبعي بالشكل دوت في القوالب اللي هي بتاعه المشروبات ديت. وطبعا العجينه اللي هي بالشوكليت شيبس ممكن بردك تستغني عن الشوكليت شيبس وتعمليها ساده خالص، وبردك تستخدميها بكل بساطه، يعني حسب الامكانيات اللي تقدري تعمليها اعمليها، مش هتقولك لا، امشي على نفس المقادير بالظبط هيطلع معاكم مظبوطه جدا جدا جدا. ولو حطيته في اي مشروب ساخن مش البسكوتة مش هتدوب وتقع وكده، لكن انا هقول لكم على السر، بس تابعوا الفيديو لحد الاخر وما تنسونيش في اللايك وشير، شير كتير عشان الناس كتير تشوف الوصفة وتستفاد منها، وكمان ما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل حاجة بقدمها وهقول لكم على كل تفاصيلها في كل مقادير. طبعا زي ما انا معوداكم بعمل كل حاجة مقادير صغيرة عشان تجربوها اول مرة، بعد كده اعملوا بعد اللي يعجبكم. بالشكل ده هبتدي اخلص الكميه كلها بتاعت العجينه اللي عندي، وتحاولي تساوي الحروف يعني كده بالشكل دوت. بعد ما بخلصهم بالشكل دوت انا حطيت في اكياس الرول ديت، حطيت فيها رز، ودي احسن حاجه اقدر اطبع بيها البسكوت بتاعي، لازم احط تقل. هو الرز بصراحة جميل جدا، ما بيعلمش في الحاجة
يعني زي اي بقوليات تانية ممكن نحطها تقل. بالشكل دوت عشان ياخد والبسكوتة ما تسحش، عشان لازم نحط، لازم جدا نحط تقل على البسكوت علشان ما يقفلش ويبقى كله حتة واحدة، لازم يبقى فيه الحتة الغويطة اللي نقدر نحط فيها اي مشروب، فلازم لازم نعمل الحركة دي، مهمة جدا جدا. الفرن شغال طبعا من قبل ما ابتدي شغال على 170 درجة. هحط الحاجات دي كلها، هولع الفرن من تحت بس، وهحطه 10 دقايق على درجة حرارة 170، 10 دقايق، وبعد كده بطلعه اشيل الرز اللي احنا حطيناه بالشكل دوت، وهدخله الفرن تاني 10 دقايق على درجة حرارة 170 عشان يتحمر من جوه. ونخلي بالنا واحنا بنشيل الكيس دوت عشان البسكوتة بتبقى طرية جدا، فنخلي بالنا عشان ما تتكسرش مننا. دخلتها الفرن 10 دقايق وهي طلعت، وسبتها تبرد خالص خالص. وبعد كده بعد ما تبرد تماما هنبتدي يعني نشيل الورقة بالشكل ده كده، شايفين لونها جميل جدا ومظبوطة جدا جدا، وبتتفك معاكي بكل سهولة ولا اي حاجة، يعني تحفة بصراحة، وطعمها كمان جميل قوي. هخلص الكمية، وتقدري بردك اللون بتاع العجينة، انا هنا كان فضل مني عجينة لونها ابيض وعجينة لونها بتاع الكاكاو، حطيت الاتنين مع بعض اداني لون رخامي جميل جدا. تقدري كمان تعمليها زي الريد فيلفل كده بس تحطي لون احمر، بس انا مش بفضل الالوان كتير. هنا بقى للتزيين عندك شوكليت شيبس، عندك سبرينكلز اي نوع، وعندي شوكولاتة خام بالحليب وشوكولاتة خام دارك. وطبعا تقدري تستخدمي اي شوكولاتة تاني سيحتها من غير زيت ولا اي حاجة خالص على حمام مية. وهبتدي ادهن من جوه، لازم ندهن كويس جدا بالشوكولاتة عشان نقفل مسام البسكوتة من جوه، عشان لما نحط اي حاجة سخنة البسكوتة معانا ما تدوبش. بالشكل ده كده، والحروف بتاعتها. ما عندكيش فرشة ممكن بمعلقة عندك، ما فيش اي مشاكل، وهوريكم اعملها بمعلقة ازاي برضه. وببتدي احطها في السبرينكلز او الشوكليت شيبس، اي حاجة متوفرة موجودة، مش عايزاها خالص، مفيش اي مشاكل. انا بس عشان اشجع ولادي فلازم نشجعهم بشكل يبهرهم، يعني الولاد بيحبوا الالوان والحاجات دي. وهو بالمعلقة اهو، بتحطي بالشكل دوت، وتبتدي تاخدي الجوانب كلها والقاعدة بتاعت البسكوتة، تدهنيها كويس جدا. بالشكل ده واي زيادة تقدري تحطيها على شبكة وتنزليها فيها. بالشكل دوت ممكن عندك شوية مكسرات، عندك اي حاجة ولادك بيحبوها تقدري تزيني بيها الكوكيز دوت. بالشكل ده هبتدي اعمل الكمية كلها. وطبعا لما الشوكولاتة تنشف تماما تماما نقدر نحفظه، لازم عشان يفضل متماسك وكده لازم نحطه في اي علبة مقفولة يعني كويس، او في كيس تلاجة برضك، نكون نقفل على البسكوت كويس جدا ونشيله في التلاجة ونقدر نحفظه فيه لأي وقت تقدري تطلعي وتحطي فيه اللي انت حباه. بعد ما ينشف تماما تماما هيطلع بالشكل الجميل دوت، وده الشكل النهائي. وزي ما انا قلت لكم تقدروا تحفظوه في اي علبه مقفوله كويس في التلاجة، وقت ما تحبي تستخدميه طلعي واستخدميه على طول،
يا رب الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش في اللايك وشير كتير كتير عشان يوصل الفيديو لكل الناس، واشوفكم دايما على خير.